صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. أخبار اليوم شوي متنوعة بس كلها فينا نقول عم تتعلق بطريقة التواصل وطريقة فينا نقول لك عم نحكي شوي بالتحديد عن مش بس كوميونيكيشن عن الواي فاي، عن كيف نعمل كونكشنز مع كل الديفايسز اللي معنا إياهم. بالتحديد هلأ رح أحكي عن درون، ودرون صاروا منتشرين بالعالم كتير وتطوروا كتير من أول فكرة كانت كتير كبيرة صارت تصغر مع كاميرا مع كل هدول الأمور صارت حتى تنزل تحت المي. اليوم درون صاروا عم يستعملوها حتى للقصص العسكرية. يعني بالتحديد عم نشوف إنه هالدرون عم تقدر بمحل من المحلات، رح نشوف بالفيديو كمان بمحل من المحلات هالدرون رح تكون محل هال العسكري السكاوت اللي بيروح بيستكشف قبل ما يعملوا بركي الهجوم على موقع أو مكان معين. الفكرة كتير مهمة إنه هيك بس لحتى يخففوا شوي من فينا نقول الكاجلتيز، هالفكرة لحتى تساعد كمان الأشخاص اللي بسلك العسكري فيكون الشرطة أو حتى الأمن كمان يستخدموها لاحقا. هيدي الفكره بلشت هلا مع العسكر مثل ما كنت عم بقول. هلا رح نشوف بالفيديو شوية طريقه فكرتها كتير حلوه، خفيفه كتير، عندها وزن 140 جرام بس، محطوطه بكيس هيك كتير قويه شوي، وعندها مثل سكرين صغيره. هالسكرين بواسطه سكرين نحن فينا نتحكم فيها او هالعسكر فيه يتحكم فيها مثل ما عم نشوف هون، بس لحتى ما يكون الكونتاكت دايركتلي وما يعرفوا على مكان وما يعرفوا شو في بالمكان، فيهم يستكشفوه بواسطة هالنانو درون اللي هي كواد اسمها سنايب بالتحديد. قناصة فيها اثنين كاميرا، كاميرا عادي وكاميرا كمان انفراريد للأماكن المظلمة، بتشتغل ما بتحس فيها كتير سايلنت، بتمشي مسافة حوالي بتبعد عن فينا نحكي عن الكنترولر تبعها كيلومتر واحد، معها بطاريتين، كل بطارية بتضين 15 دقيقة بس، وفي حال فقدنا الاتصال فيها ما بقى في كوميونيكيشن بواسطة هالواي فاي بركي بين الكنترول والدرون بترجع لحالة لعند الشخص، فا اوتوماتيكلي هي تعرف كيف ترجع لمحل الديباري. لمحل 100% وبالنهايه سرعتها اول شيء مش كثير عاليه، يعني 35 كيلومتر بالساعه، وبتتحدى الهواء كمان اذا الهواء كان بحوالي سرعه 30 كيلومتر بالساعه فيها تضل ستيبل. فهي بالنهايه لحتى تحافظ على هالجنود وفينا نقول قوى الامن في حال عم بيعملوا اقتحام على حيلا مكان ما بيعرفوا شو في بقلبه. هي هيدي الفكره الاساسيه، هي هيدي المراقبه صحيح، هيدي عم نحكي نحن عن سكاوتينج قبل الاتاك تحمي يعني على الاكيد صحيح، هيدي الفكره الاساسيه منه. ومثل ما كنت عم بقول هي صغيره، قطعه صغيره ووزنها كثير خفيف. رح ننتقل لثاني ايتم او ثاني فكره بالتحديد، عن ما رح كتير نفوت بالتفاصيل لان اوريدي نحن حكينا عن الاس 8، عن الجالكسي اس 8 والاس 8 بلس من سامسونج، بس الاسبوع الماضي كان في اللونشينج تبع هالتليفون. والحلو بهالتليفون امور عده، وفي كتير ناس من بعد نوت 7 صاروا يعتلوا هم قصه البطاريه. رح نشوف هلا انا بس لانه في لا لا ما في في تو فيديوز حبيتهم كثير خفيفين هدول هيك سموث هالفيديوز حبيتهم كثير لانه شوي بفسروا وبفرجوا ولا مره مفرجين هيك نوع من الفيديوز. باول مرحله عم نشوف صار في 8 تشيكينج بوينتس للبطاريه، يعني ما بقى البطاريه تطلع من المصنع قبل ما تقطع على 8 مراحل ليعملوا تشيك اب عليها. سو صارت سيف اكثر من ما كانت حتى بالماضي. وكل هدول البوينتس مهمين لحتى مثل ما كنت عم بقول ما يصير اي مشاكل بالبطاريه مثل ما صار بالنوت 7. هيدي بالنسبه لهلا كل السامسونج اللي بدهم ينزلوا بالاسواق، يعني بنشوف الحراره الكومبوننتس بقلبها، سكانينج، كل هدول الامور صاروا بيعملوا عليهم تيست قبل ما يستعملوا البطاريه. اللي صار مكان مزحه يعني
صراحة. صحيح. هلا رح نشوف بالفيديو الثاني فيديو كمان مهضوم عن الاس 8 كيف كمان بيعملوا تيست على 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 التليفون، بنشوف انه هالتليفون عنده في افانتاج كثير كبير لانه بيقدر يتحمل عده امور. رح نشوف هلا قد ايه مهضوم. هون بنشوف انه بيوقع ما بيصير له شيء لانه اتس غوريلا جلاس 5 اللي هي اعلى شيء. هون عم نشوف انه بيتحمل مي اكيد لانه هو اي بي 68 بالوقت الحاضر. كول، يعني بنحط نحن عم نعمل شاور متحدث كل الوقت. مش بس هيك، فيكي حتى تنزلي لعمق متر ما عندك اي مشكله ب 30 دقيقه. شوفي هون الحرارة إذا كانت متدنية أو مرتفعة، على الحالتين بعده عم يشتغل أكيد لحرارة معينة. بنشوف هون قديه الإزازي وهو كالبادي تبعه قديه صلب. كلهم هدول التيستات عم ينعملوا قبل ما ينزل على الأسواق، وحتى آخر شيء سكانينج على كل الكومبوننت بقلبه قبل ما يتوزع بالأسواق. سو هيدي هدول اثنين فيديو، هدول مش موجودين يعني، حبيت بس هيك فرجيهم للمشاهدين. اوكي، ومفيدين جدا. مفيدين جدا بحمسوا الناس وخصوصا لمحبي سامسونج. صحيح، قصدي حدا قدامي ما حدا ما بعرف مين. لا، رح نروح اخر شيء للخبريه اللي قلت لك عنها، فولفو اند اودي. اودي راحوا ل الانفوتينمنت بالسياره، راحوا دايركتلي لاندرويد، صارت اندرويد فول اندرويد، يعني بطلتي حتى بحاجه لتليفونك بالسياره شو ما بدك تعملي. يعني قبل كان عم يستعملوا اندرويد بس بطريقه انه لازم يكون معك تليفون لتعملي كونكشن، اذا بدك تعملي ستريمينج للميوزك تعملي ثرو يور فون. هلا صار دايركتلي من السياره من هالسكرين الموجوده بالسياره، وحتى كمان الاتصالات يعني بوقت من الاوقات رح تصير حتى اذا تركتي تليفونك بالبيت رح تصير دايركت على من السياره. في بعد معين؟ لا لا لا، الاتصالات عم نحكي لانه رح يصير في تزيد تشيب عليها سيم كارد. فزياده عن هيك لانه هن شفتي شو حلو، هن كمان عملوا هالتيم اب مع جوجل لحتى يفوتوا بهذه الامور. ليك قد ايه براتيك وسكرين شو هيك مريح ماكسيموم. وزيادة إنه جوجل عم تقترح عليهم إنه يزيدوا أمور متعلقة بالسيارة، يعني فيك تتحكمي فينا نقول بالاي سي بالسيارة، فيك تتحكمي بالإزاز، بكل هدول الأمور كمان من السيستم الانفوتينمنت، لأنه تسلا استعملتهم بس ما استعملت الأندرويد بيس تبعها. هلا صارت اندرويد بالسيارات، وحتى السيارات شوي هلا الموجود يعني الجديده اكيد رح تنزل هيك، بس بلشوا من هالموديلات اللي اوريدي بالسوق وعم بيفكروا بالموديلات الموجوده هلا بالسوق انه يزيدوا عليها. اكزاكتلي، روعه. ثانك يو فادي. ثانك يو لالي. رح ناخذ بريك وبنرجع لاوروسكوب، خليكم معنا.